القوس. القوس لا يستطيع إخفاء أي حاجة عايز يقولها، حتى لو قالها بضحك بيقولها على طول، متهور وبيقول عليهم اللي هو ساعات دبش، بيرموا دبش مندفع. عايز أقول لك حاجة هقولها لك، وممكن يحرج اللي قدامه باللي عايز يقوله. خلاص، القوس لا يستطيع إخفاء غيرته خالص. يعني القوس غيور ما بيعرفش أكتر من يستطيع العقرب. إخفاءها. في ناس بتستطيع إخفاء غيرتها زي الحمل. الأسد ممكن يغير وممكن يخبي ما تحسوش، لكن القوس لا، ما يعرفش. القوس ما بيحبش ان حد يكشفه، لو حس ان حد هيكشفه هيكشف نفسه بنفسه، هيكشف أوراقه. خلاص، القوس من أسرع الشخصيات إنجازا للأعمال. القوس يعشق التحديات. القوس يتجاهل من يوجهون له الاتهام بالفشل. دايما عندهم وجهات نظر مختلفة عن الآخرين، هم قد كده دايما وجهات نظرهم مختلفة. قوي رغم آلامه، تلاقيه محتفظ بابتسامته. ده القوس. يعني ما بيعلنش مشاعره الحقيقية أو جرحه أو رغم الخذلان آلامه، لا بيعلن كل حاجة، بس ما بيقعش، بس وبينخش، متماسك. لا قوي، وبيضحك، وما بيقابلهاش بكآبة. ساعات أبراج تلاقيها ساعة عشان هو تنوح. مرح أصلا، القوس مرح وبيحب ومنطلق، الحياة، بيحب فما الحرية ينوحش والحياة. وما يقفش يغني على الأطلال. هيتألم وهيقف ينظف هدومه بعد ما وقع، بقى ايه، منظف هدومه وكمل في طريقه زي السهم. بصي القوس بترجع لورا شويه، وقعنا وبعدين ينطلق لقدام بشكل وسرعه القوس. وصل الهدف. ايه الجدي؟ فاضل الجدي. لا ده لسه الجدي والدلو والحوت. الجدي صداقتك على الفيسبوك مش صداقه حقيقيه بالنسبه له. الجدي لا يعود للوراء. الجدي لا يسمح لنفسه ان يبكي كثيرا. الجدي ما بيتخذش قرارات سريعه، لكن لما بيتخذها بتبقى حاسمه. الجدي يعمل بالخفاء ويفاجئك بالنتائج. الجدي يا اما يعني داري يجلب على شمعتك والانجاز يتحدث عن نفسه. بالظبط. الجدي يا اما يجلب لك الفرح كثيرا، يا اما التعاسه كثيرا، مفيش وسط. يا هيفرحك قوي يا هيتعسك قوي. بالظبط. الجدي لا يؤذي الا من اذوه. الجدي يخشي على سمعته بشكل مرضي، خاف على سمعته وسيرته جدا بشكل غير طبيعي. الجدي مش خفيف الظل بطبعه، لكنه بيفهم الجو المرح ويحب الجو المرح، لكن هو دمه مش خفيف. ما بيعرفش يطلب حاجة من حد، ما بيحبش اللف والدوران. الجدي صديق جيد جدا وصديق دائم جدا، حتى عند الانقطاعات الطويلة. ده حقيقي. انقطعي عنه لكن هيفضل صديق. طيب.